إمارة الشارقة سباقة دائما في تحديث وتطوير كافة المرافق والخدمات التي تقدمها بفضل الرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. فبفضل هذه الرؤى والدعم اللامحدود لسموه صارت الشارقة نحو آفاق بعيدة تستشرف المستقبل برؤى وأهداف واعدة تعتمد على التحديث والتطوير المستمر لكافة جوانب بالحياة حتى ينعم قاطنوها وزوارها بالراحة والسعادة وتتحقق فيها أمنياتهم ورغباتهم. إمارة الشارقة تشهد نهضة عمرانية وسكانية فريدة من نوعها، حيث تمكنت على مدار سنوات طويلة من جذب السكان والزوار والسياح والمستثمرين بفضل خدماتها المتنوعة وسهولة تقديمها، كما تتوفر فيها كافة متطلبات الحياة والعمل والترفيه والاستثمار، وتزخر بالمرافق الحيوية والمتنوعة، كما تشهد نمواً وتطوراً مضطرداً ومتسارعاً في التشييد والبناء والارتقاء بالخدمات وتنمية الإنسان وتعزيز دوره في صنع الإنجازات. بلدية مدينة الشارقة برؤى طموحة وأهداف واعدة تواكب مسيرة الإنجازات في الإمارة الباسمة، وتعمل وفق خطط وأهداف تتماشى مع أهداف الإمارة وتقديم خدمات تحقق سعادة ورضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم. فهي تعمل ضمن استراتيجية ممنهجة تعزز من دورها في استحداث خدمات جديدة. تقدم بلدية مدينة الشارقة خدمة المواقف العامة في مدينة الشارقة وتتيحها للجمهور في كافة الأوقات من خلال إخضاعها للرسوم للحد من إساءة استخدامها، كما تقوم بمسح شامل لمختلف المناطق خصوصا الحيوية تمهيدا لإخضاع المواقف للرسوم بعد أن تقوم إدارة المواقف العامة بتجهيزها وفق أفضل المعايير والمواصفات من أجل تسخيرها للجمهور بصورة دائمة. في مدينة الشارقة أكثر من 55 ألف موقف خاضع للرسوم تحظى بمتابعة وإشراف وتفتيش بلدية مدينة الشارقة، كما توفر البلدية طرقاً عديدة لسداد الرسوم تناسب كافة الجمهور، وتوفر تنوعاً في خيارات سداد الرسوم، كما توفر البلدية مواقف عامة مدفوعة طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية لإتاحتها للسكان والزوار في كافة الأوقات. تعتبر المواقف العامة من أبرز الخدمات التي تقدمها بلدية مدينة الشارقة لشريحة كبيرة من المتعاملين سواء سكان أو زوار الإمارة الباسمة، كما تحرص على إتاحتها لهم في كافة الأوقات بهدف التسهيل عليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق السعادة لديهم، كما أن هناك خطط لزيادة هذه المواقف بشكل دوري على مدار العام، حيث تقوم إدارة المواقف العامة
بعمل مسح شامل لبعض المناطق الحيوية تمهيداً لإخضاع المواقف للرسوم، بعد أن تقوم بتجهيزها وفق أفضل المعايير والمواصفات بهدف تسخيرها للجمهور ومرتادي مختلف المناطق بصورة دائمة. طبعاً إخضاع أي منطقة للرسوم يتم بناءً على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار كنوعية وطبيعة المنطقة وجاهزية البنية التحتية وكثافة المركبات وحيوية القطاع ونوعية المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة. إذ تبدأ فرق العمل بعد إجراء الدراسات اللازمة بتهيئة المواقف من خلال معدات وآليات البلدية. عمل المواقف العامة في مدينة الشارقة يكون من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً، وهناك توقيت مختلف في شهر رمضان بحيث يمتد عملها إلى 12 منتصف الليل، كما أنها مجانية يوم الجمعة وفي العطلات الرسمية، حيث يتم تحديد الأيام سواء خلال الأعياد أو المناسبات الوطنية، إلا أن هناك مواقف لا ينطبق عليها ذلك بحيث تكون مدفوعة طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية وتتركز في المناطق السياحية والتجارية، وذلك بهدف إتاحتها للجمهور في جميع الأوقات، ويمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الزرقاء التي توضح ذلك. طبعاً هناك طرق عديدة وفرتها البلدية لسداد رسوم المواقف العامة، منها العملات المعدنية التي توضع في أجهزة المواقف العامة، وكذلك هناك خدمة الرسائل النصية القصيرة، وكذلك إمكانية تسديد الرسوم من خلال تطبيق الشارقة الرقمية، وهناك كذلك الاشتراكات الموسمية. تتيح بلدية مدينة الشارقة للجمهور طريقة متميزة لسداد رسوم المواقف العامة من خلال الاشتراكات الموسمية الذكية دون الحاجة لوضع ملصق على زجاج المركبة الأمامي، كما يمكن إصدار الاشتراك بصور إلكترونية خلال وقت قصير، ويمكن للمتعامل الاشتراك لمدة محددة. كما تشمل هذه الخدمة إمكانية اختيار المنطقة المراد الوقوف بها، حيث تشمل مناطق محددة في إمارة الشارقة أو المدينة بأكملها مقابل رسوم حسب نوع الاشتراك. اشتراكات المواقف العامة هي خدمة توفرها بلدية مدينة الشارقة للجمهور لسداد رسوم المواقف العامة، وهي تعتبر إحدى وسائل الدفع والسداد. وهذا النوع من الاشتراك بشكل عام بدأت به إدارة المواقف العامة منذ عام 2007 للتسهيل على المتعاملين، حيث كان يتم إصداره كملصق يوضع على الزجاج الأمامي للمركبة. ومع تطور التقنيات وأنظمة التفتيش ارتأت الإدارة تطبيق نظام الاشتراك الافتراضي، مما يعني الاستغناء عن الملصقات وتحويل العملية إلى إلكترونية بالكامل من خلال ربط أرقام المركبة بالاشتراك، حيث يقوم الموظف بإدخال رقم المركبة على الجهاز الخاص بالكشف عن الاشتراك من عدمه لتظهر جميع التفاصيل المتعلقة به ومتى ينتهي والمناطق التي يغطيها. يتم إصدار الاشتراك بطريقة إلكترونية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبلدية والدخول لخدمات إدارة المواقف العامة واختيار خدمة اشتراكات المواقف، حيث يقوم المتعامل بتسجيل المركبة من خلال رقم اللوحة وتدوين جميع بياناتها ونوع الاشتراك المطلوب والمناطق المطلوبة، والذي يتيح للمفتش معرفة اشتراك المركبة والمواقف المصرح لها وتاريخ انتهاء هذا الاشتراك، ويقوم النظام بإرسال رسالة تنبيهية للمتعامل قبل انتهاء مدة الاشتراك لتذكيره بموعد التجديد. أصدقائي الأعزاء مستخدمي المواقف العامة في الشارقة،
مرحبا بكم، أنا صديقكم منظم. إذا كنتم ممن تفضلون استخدام أجهزة المواقف التي تتيح دفع الرسوم بطرق مختلفة، فإليكم طريقة استخدام جهاز المواقف الذكي لدفع رسوم المواقف في مدينة الشارقة من خلال الخطوات التالية: اضغط على زر التشغيل في الشاشة التي تظهر أمامك لبدء خدمة حجز المواقف العامة. ستظهر أمامك عدة خيارات، اختر مصدر اللوحة الخاص بسيارتك، ثم اختر فئة ورمز اللوحة، ثم أدخل رقم اللوحة. عند الضغط على زر التأكيد ستظهر لك البيانات التي أدخلتها. راجع البيانات المدخلة ثم اضغط زر التأكيد مرة أخرى. عندها ستظهر أمامك شاشة لتحديد مدة الوقوف المرغوبة، اختر المدة التي تريدها ثم اضغط زر تأكيد. اختر وسيلة الدفع التي تناسبك ثم ادفع المبلغ المطلوب، سواء كان المبلغ بالعملة المعدنية أو بطاقة المواقف المدفوعة مسبقاً. في حالة استخدامك العملات المعدنية يمكنك الضغط على خيار العملات المعدنية واختيار الوقت المناسب وإدخال النقود في المكان المخصص لها. وفي حالة كانت لديك بطاقة المواقف المدفوعة مسبقاً يمكنك الضغط على خيار الدفع عبر البطاقة الإلكترونية ثم إدخال البطاقة في المكان المخصص لها ثم اضغط على زر التأكيد. ستظهر أمامك التذكرة الإلكترونية موضحاً بها تفاصيل الحجز الذي قمت به. يمكنك حينها طباعتها أو عدم طباعتها حفاظاً على البيئة. وفي حالة إذا ظهر على الشاشة إشعار بأن التذكرة الإلكترونية غير متوفرة، هنا عليك طباعة التذكرة وعرضها على واجهة المركبة الأمامية. شكراً لكم، ونرحب بملاحظاتكم عبر قنوات التواصل التالية. انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير احتياجات كبار السن والاهتمام بهم، توفر بلدية مدينة الشارقة اشتراكات المواقف العامة مجاناً لكبار السن من مواطني الإمارة ضمن مبادرة أطلقتها لإعفائهم من رسوم المواقف العامة وإتاحتها لهم والوقوف في كافة مواقف المدينة بجميع الأوقات وفقاً لمجموعة من المتطلبات التي حددتها البلدية للاستفادة من هذه الخدمة. مبادرة إعفاء كبار السن في الإمارة من رسوم المواقف العامة من الخدمات التي تعكس حرص البلدية ودورها في توفير كافة احتياجات هذه الفئة في المجتمع والاهتمام بها، انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، حيث توفر البلدية هذه الخدمة وإصدار الاشتراك وفقاً لمجموعة من المتطلبات تشمل أن يكون المتقدم من مواطني الإمارة ويبلغ من العمر 60 عاماً أو أكثر، ومنع استخدام المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو المواقف المحجوزة للمؤسسات التجارية وغيرها إلا في حال كان مستفيداً من الخدمة التي تقدمها. كما يتم منح كل أسرة اشتراكاً واحداً فقط لمستفيد واحد من كبار السن في حال تحققت شروط منح الاشتراك، فهذه الاشتراكات تتيح لكبار السن الاستفادة من 55 ألف موقف توفرها البلدية في مختلف مناطق مدينة الشارقة، وهو ما يسهل عليهم عند الذهاب إلى وجهاتهم المختلفة في المدينة. في إطار حرصها على تعزيز الجذب السياحي والاستثماري والسكني ومواكبة النهضة العمرانية والسكانية والاقتصادية، تقدم بلدية مدينة الشارقة خدمة حجز المواقف للمحلات التجارية والمنشآت الأخرى للتسهيل على الزبائن وفق مجموعة من المعايير والاشتراطات التي تحددها البلدية من خلال إدارة المواقف العامة، بما يسهل على زبائن منشأة ما الحصول على موقف خصوصاً في أوقات الذروة أو خلال العطلات. تقدم بلدية مدينة الشارقة خدمة حجز المواقف أمام المحلات والمنشآت التجارية والبنوك وغيرها لحجزها للزبائن، حيث يتم تقديم طلب من قبل المتعامل صاحب المنشأة لعملية الحجز، ويقوم فريق من إدارة المواقف العامة بمعاينة الموقع ومدى ملائمته لمعايير عملية تخصيص المواقف مثل الازدحام على الموقع وحركة المرور ومساحة المحل وأعداد المواقف المتوفرة في الموقع، وفي حال تطابقت المعايير يتم منح المنشأة الموافقة على حجز المواقف المطلوبة لاستكمال باقي الإجراءات واستخراج التصريح. حجز هذه المواقف لا يكون على مدار الساعة، بل تصبح مواقف
حجز هذه المواقف لا يكون على مدار الساعة، بل تصبح مواقف عامة بعد الساعة 10 مساء أمام المحلات التجارية وحتى 8 صباحا، وبالتالي يحق للجمهور استخدامها دون تعرضهم للمخالفة. وأما المواقف المحجوزة للمنشآت الأخرى فموضح عليها توقيت حجز المواقف، وبإمكان المتعامل الاستفادة منه بعد انتهاء الوقت المدون على اللوحة. ويستثنى من ذلك منشآت القطاع الصحي كالمستشفيات والصيدليات ومنشآت قطاع السياحة والفنادق، وهناك لوحات مثبتة أمام هذه المواقف تبين كافة المعلومات كاسم المحل وغرامة الوقوف لغير الزبائن ومدة الحجز وغيرها. ضمن جهودها المستمرة في التفتيش على المواقف العامة، ابتكرت بلدية مدينة الشارقة مركبات مسح رقمي للتفتيش على المواقف ورصد كافة التجاوزات كمرحلة أولى، والتي تعتبر الأولى من نوعها وتشكل طفرة نوعية في تقديم الخدمات، حيث تمتاز المركبة بقراءة لوحات المركبات ورصد كافة التجاوزات بالدقة اللازمة بعد أن تم تجهيزها بجميع التقنيات الرقمية التي ترتبط بأنظمة متطورة، كما تختصر الوقت والجهد على المفتشين. مركبات المسح الرقمي تعكس توجهات بلدية مدينة الشارقة في التحول الرقمي واستخدام أفضل الوسائل في التفتيش على المواقف العامة بصورة دقيقة، وتوظيف التقنيات الحديثة، حيث تستطيع هذه المركبات من خلال الكاميرات التي تعتليها قراءة لوحات المركبات المستخدمة للمواقف العامة من خلال تقنية خاصة ترصد التجاوزات الموجودة وتقدم البيانات والإحصاءات عن نسبة إشغال المواقف وأوقاتها ونسب استخدام وسائل الدفع المختلفة. طبعاً يمكن للكاميرات الذكية التي تجهز بها مركبات المسح الرقمي التعرف إلى أرقام السيارات التي تدخل عبر شاشات اللمس في أجهزة سداد الرسوم، حيث تتوافق آلية عملها مع هذه الأجهزة لقراءة لوحات المركبات، ويمكنها مسح حوالي 3000 مركبة في الساعة الواحدة، حيث تقرأ لوحات المركبات التي قام أصحابها بسداد الرسوم من خلال التذاكر الإلكترونية والاشتراكات الموسمية والرسائل النصية القصيرة. كما أن هذه المركبات تعطي فترة سماح للجمهور للوقوف في المواقف العامة لمدة 10 دقائق دون سداد الرسوم كما هو معمول به، وتستطيع قراءة اللوحات ومعرفة إن كانت المركبة تجاوزت هذه المدة دون سداد الرسوم أم لا من خلال معالج يقوم بتخزين الصورة ويعمل على تحديثها وإرسال التحديث لمكتب المتابعة في إدارة المواقف، ثم إرسال تنبيه للمفتش وتزويده بموقع المركبة بالتحديد وصورة لها ليتم اتخاذ الإجراء اللازم. تعمل بلدية مدينة الشارقة من خلال المفتشين التابعين لإدارة المواقف العامة على التفتيش اليومي لكافة مواقف مدينة الشارقة المدفوعة، بهدف تنظيم عمل هذه المواقف والتأكد من عدم استغلالها بشكل سيء كالوقوف دون سداد الرسوم أو حجز أكثر من موقف بالوقوف بطريقة خاطئة أو استغلال المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو المواقف المحجوزة للمنشآت المختلفة. وتحرص البلدية بصورة دائمة على إتاحة المواقف العامة للجمهور في كافة الأوقات، كما تقوم البلدية بعمل حملات توعوية للجمهور عن طريق الفعاليات التي تقدمها والمشاركة في المعارض بشكل دوري
واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتثقيف مستخدمي المواقف وتوضيح كافة الإجراءات والتعليمات من أجل الاستخدام الأمثل لها. تعمل بلدية مدينة الشارقة على إصدار تصاريح ترخيص الساحات الاستثمارية في مناطق مختلفة من المدينة، تماشياً مع جهودها في توفير المواقف النظامية وتعزيز المظهر الجمالي، حيث تسعى البلدية من خلال هذه الساحات إلى توفير المواقف بصورة مستمرة وإضافة المرونة في اختيار مواقع الوقوف، كما تعزز من مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للسياحة والاستثمار والعيش، وتتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية والنمو السكاني الكبير. طبعا توفر الساحات الاستثمارية للمتعاملين إمكانية الوقوف بها مقابل رسوم، سواء كانت بالساعات أو بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنوات، بصورة تعزز من المظهر الحضاري وتساهم في الحفاظ على مركبات المتعاملين من تعرضها لأي أضرار نتيجة الوقوف العشوائي في الساحات الترابية. كما تساهم هذه الساحات الاستثمارية بتقليل عدد الساحات الترابية العشوائية المخالفة، كما أن منح الترخيص للساحات الاستثمارية من قبل البلدية لمزاولة النشاط يأتي بناء على مجموعة من المعايير والشروط الواجب توافرها، كاستيفاء متطلبات التشغيل من قبل الدوائر الحكومية ذات العلاقة، واستيفاء المتطلبات الأخرى الخاصة بالبلدية كعقد الإيجار المصدق وتهيئة ورصف الساحات وتخطيط المواقف بناء على التصميم الذي اعتمد للساحة، وتوفير غرفة حارس بمواصفات معتمدة موحدة من قبل البلدية، وإلزام الموظفين بها بارتداء سترة السلامة. تماشياً مع جهودها المستمرة في تعزيز المظهر الحضاري للإمارة، تعمل بلدية مدينة الشارقة من خلال إدارة المواقف العامة على رصد وإغلاق الساحات الترابية المخالفة في المناطق التي تتوفر بها مواقف عامة نظامية بعدد كاف، حيث تنفذ البلدية حملات مكثفة على كافة المناطق لرصد هذه الساحات وبما فيها من سلوكيات سلبية. تنفذ بلدية مدينة الشارقة حملات تفتيشية مستمرة لرصد الساحات الترابية المخالفة والمشوهة للمظهر العام، حيث رصد البلدية العديد من السلوكيات السلبية فيها والتي تشوه المظهر العام والجمالي للإمارة، كترك المركبات بها لفترات طويلة والوقوف بصورة عشوائية تؤدي إلى إثارة وتجمع الغبار والأتربة. وطبعا تقوم البلدية بإغلاق هذه الساحات بعد التأكد من وجود عدد كافي من المواقف النظامية في المنطقة التي يتم فيها إغلاق الساحة، ويتم دراسة الموقع والتأكد من وجود المواقف النظامية والساحات الاستثمارية في المنطقة، وتقوم البلدية قبل الإغلاق بتوزيع منشورات توعوية لمدة 3 أيام لإعلام أصحاب المركبات بإغلاق الساحة ومنع الوقوف بها، كما يتم وضع إشعار بمراجعة إدارة المواقف العامة على المركبة التي لم يتم تحريكها. المواقف العامة من أبرز الخدمات التي تقدمها وتشرف عليها بلدية مدينة الشارقة، وإحدى المرافق التي تتوزع في كافة مناطق مدينة الشارقة لخدمة السكان والزوار، فهي من أبرز الأولويات التي يبحث عنها الجمهور عند الذهاب إلى وجهاتهم المختلفة، لذا تحظى باهتمام ومتابعة من قبل البلدية لتبقى متاحة في كافة الأوقات وتلبي احتياجات الجمهور، كما تعزز من مظهر المدينة الجمالي والحضاري.